هو الراحة القصوى. حضرتك فكرة زراعة الكبد كان علشان والد حضرتك وهو كان طبيب وكان عنده مشكلة في الكبد، وحضرتك تخصصت في ده مخصوص أعتقد عشان الوالد، التعب اللي كان عند الوالد ده. معلومة دقيقة. ما اعرفش حاجه جبت منين، لكن دي هي اكثر من دقيقه. هي شفت بقى الصحفي لا يسأل عن مصادره. هو يعني نتكلم على سنه 77، انا متخرج من 72، و77 حصلت على ماجستير جراحه. يعني والدي كان طبيب، وبعدين جاله يعني ورم في الكبد واحتار فيه، هنا نعمل ايه دكاترة يعني حاجه زي كده. فحد من اساتذتي نصح انه نوديه فرنسا علشان فيها حاجه اسمها اشعه بالموجات فوق الصوتيه، حاجه لسه سمعنا عنها لسه يعني سمعنا تبين الكبد في الشرائح كده. فانتقل الى فرنسا وحياك معي عشان، لا انا حصلته الحقيقه عشان كانت والدتي معايا، فهو علشان خاطر ان في نوع من الاشعه اللي هو دلوقتي احنا السونار ده في كل حته. في كل حته. وانا بقول لك الطب في العالم كله، في طب ما قبل السونار وطب ما بعد بعد السونار، زي قبل الميلاد وبعد الميلاد، قبل الهجره بعد الهجره، حقيقي السونار ده. فالمهم سافر فرنسا عشان الكلام ده. المهم يعني عملوا اشعات ومش عارف ايه بتاع، وقالوا لازم نفتح ونشوف الورم ده ايه وناخد ده، بس هو في الكبد. فانا لما عرفت ان في جراحه سافرت له بقى، فرحت لقيت مكتوب قسم كده جراحه الكبد والقنوات المريه، يعني التخصص ده مش موجود. الكبد ما بيتلمس، وفي مصر ما كانش بيتلمس ولا في العالم يعني. وقائده واحد اسمه هنري مشهور قوي، اتضح انه كان هم فتحوا اليوني دي او في طول بروس يعني في الشهر ده، في شهر مارس، في الشهر اللي انت سافرت فيه، الشهر اللي انا رحت فيه. وان رئيس القسم ده كان لسه بقى رئيس قسم، وتاني راجل له واحد اسمه دومينيك فرانكو. فقالوا لي لما اتعرفت عليهم تحب تلف معانا في المستشفى او معانا، قلت لهم طبعا، والراوندز وحاجه زي كده طبعا. فجابوا لي بلطو ابيض فرنساوي شيك كده، بياقه واقفه ومش عارف ايه. وانا صراحه يعني خبيش عليكم يعني، في اللحظه دي بقيت ليل نهار معاهم في المستشفى، وساعات اروح اسلم على ابويا بقى اللي رايد في المستشفى، او والدتي معاها تروحي من كتر ما هم العالم ده اخدك. يعني ايه يعني ايه اللي هي جراحه كبد وقنوات مريه؟ من هنا بدا ف ف ف ف يعني بدا دخولي الى، لما رجعت مصر فقلت لاساتذتي كنت بحضر الدكتوراه، قلت لهم عايز اشتغل بقى في موضوع خاص بجراحه الكبد يعني وهكذا يعني. فكان التساؤل الكبد ما فيهوش حاجه حد بيلمسها، محدش بيلمسه، والقناه المريه هي المراره اللي بتتشال ومش عارف ايه بتاع. الدنيا طبعا اتغيرت خالص يعني. رديت يعني عليهم في الوقت ده قلت لهم ايه؟ قلت لهم انا شفت بعيني يعني، انا شفت. وتوافق أنا انك شفت تعملوا القسم ده؟ اتعمل يعني لا انا بقيت اشتغل بقى في كليه الطب عمليات، بقت يعني في الجراحه العامه انا بشتغل عمليات الكبد، البنكرياس، المراره، القناه المريه. لاول مره في مصر انا بقيت اشتغل الحته دي بس. ولفت الايام لما رحت 89 للبعثه دي في امريكا، اما رجعت فالدكتور ياسين اتصل بقى، اتعلمت بقى الزرع. علشان احنا قعدنا يعني من يعني 20 سنه على 10 سنين على ما بقى فيه، او 11 سنه بقى فيه اول زرع، وبعدين توقفت 10 سنين تانيين. بحلم ان يكون في زرع في مصر، لان انا بشوف مريض علاجه انقاذ حياته في انه يزرع. يعني مين اللي بيزرع؟ هو اللي عنده جسمه كويس بس في فشل في عضو واحد. فتم اختراع في الجراحه من سنه هذا القرن الماضي، يعني القرن الماضي، جراحه جديده اسمها زرع الاعضاء، ان هو ناخد ونزرع، ناخد ونزرع. دي حاجه جديده في كانت في الجراحه او في فرعها، لانقاذ حياته، لان هو حياته متوقفه على عضو واحد. دكتور عم، فكنت بتألم اني مش قادر اقدم للمريض حاجه، وانا عارف انك تعرف الطريقه يعني، عارف الطريقه. الى ان خلاص دخل الزرع في مصر، وده اللي انا كنت عايزه. ما كنتش بحلم ان انا لازم اقعد ازرع، لكن عايزه يبقى موجود للانسان المصري يعني. بس دكتور عمرو، انت عارف ان حضرتك علامه كبيره؟ يعني انت حاسس بنفسك؟ يعني احنا قدام حد، لا فندم، حد علامه كبير يعني، غير شخصيتك الرائعه. انت من القلائل في مصر والوطن العربي اللي دخلوا شيء قوي جدا، مهم جدا، انقذ البشر، بشر
من الوفاء المحققة زي زراعة الكبد. بس أنا حاسة أن أنت في كم من التواضع، أن أنت مش حاسس قد إيه أنت حد كبير، علامة كبيرة قاعدة قدامنا. أنا بفعل السن بقى في خبرات متراكمة. العالم مش الطبيب ولا الجراح، احنا مطبقين يعني. العالم هو اللي قاعد في يعني كده محراب العلم، يعمل ابحاث ويطلع بنتائج. الحقيقه العلماء حاجه، والاطباء حتى البارعين جدا، المهندسين البارعين جدا، اي حاجه مش علماء. طب انت حاسس بقيمتك؟ انت عارف قد ايه انت مهم بالنسبه يعني الانسان المتحقق زي حضرتك لازم يبقى متواضع، ده طبيعي جدا. كم التواضع اللي انت فيه يعني هو بس احنا يعني يمكن الطب برضه يحتاج ما نسميه الجايد لاينز. يعني الطب ما عادش انطباعي، وما عادش راي واحد غير راي واحد، وما عادش فيه طب اجرب واشوف، اتغير خالص الطب.